المنتخب الياباني للشباب بطولة كأس العرب بعد خسارته أمام المنتخب السعودي في الدورة ربع النهائي. وحسم المنتخب السعودي المباراة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي. وبهذا الفوز يضرب المنتخب السعودي موعدا في النصف النهائي مع المنتخب الفلسطيني الذي كسب الأردن بركلات الترجيح أيضا. يتقدم الآن احتفل الأخضر ببلوغ نصف النهائي. سجلها وجرى، سجلها واجري يا بري. الله يا أسامة المرمش نجم ركلات الترجيح، هذا الحارس، هذا الحارس أسامة المرمش. أما بسام فريد